اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية في مشعر منى، وهو أول يوم لمناسك الحج. يبدأ خلاله 4 ملايين حاج لاستعداد التمهيد للمناسك التي تبلغ ذروتها الخميس بالوقوف على جبل عرفات عشية عيد الأضحى المبارك. علي أحمد يونس حاج ليبي عبر عن أسفه للأوضاع التي يعيشها الشارع العربي. أتمنى من الأمة العربية تتوحد وليبيا الشعب كله يتوحد، مصراتنا وطرابلس كل الناس ان شاء الله يكون يد واحده ويفكونا من الدماء. والله بقول ان شاء الله يا ربنا يهدي الاحوال، تعرف يعني بما ان الاوضاع مكركبه وكذا يعني ما راح يكون العيد مثل كل عيد وكل سنه. ولضمان سلامة الحجاج أعلنت المملكة العربية السعودية عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد كافة المخاطر المحتملة في مخيمات الحجاج في ميناء وطوال أيام التشريق. تقول هذه الحاجة القادمة من بريطانيا إنها تجربة غير عادية تجمع أناسا من مختلف أنحاء العالم يصلون لإله واحد. كما تعلمون نحن نتكلم لغات مختلفة، ولكن هناك كلمة واحدة نفهمها جميعا هي السلام. السلام عليكم. وبعد أداء ركن العظم من الحج يعود الحجيج إلى مزدلفة للمبيت والتقاط الحصى قبل العودة إلى منى في اليوم الأول من عيد الأضحى الجمعة لرمي جمرة العقبة الكبرى والنحر ثم الحلقة وطواف الإفاضة حول الكعبة.